بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَنْ يُضْلِلِ
يقولون تجري من تحتها الأنهار وعقب الكافرين النار صدق الله العظيم.